السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية وهذه عناوينها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد خلال زيارته إلى ولاية تيزي وسو أن إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفي قانوني البلدية والولاية من بين أولوياته ترسيخا لقواعد الديمقراطية. أجل سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ما تزال سارية تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمعة في 7 سبتمبر المقبل. التلفزيون يرصد الحركية على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية للانتخابات. منصات رقمية وتخصصات جديدة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد. ورهان الارتقاء بالجامعة الجزائرية نحو الجيل الرابع. وضمن الحركية التنموية وتيرة متسارعة تشهدها ورشات شبكة الطرق بالعاصمة. وساكنة عنابة تستفيد من تعزيز برامج التزود بالمياه الشروب. ومن خنشلة مشروع سد واد الأزرق ببوحمامة دعامة للسقي الفلاحي. الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو فرصة لتجديد التضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الاستقلال. وفي موسم الاصطياف أجواء مميزة يصنعها أبناء الجالية الوطنية عبر المخيمات الصيفية بجيجل. بداية وكما تابعتم سهرة أمس عبر القنوات التلفزيونية الوثائقية حول زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ولاية تيزي وزو الأربعاء الماضي، وفي محطة هامة ضمن برنامج زيارته إلى الولاية التقى السيد الرئيس بالقاعة الكبرى لدار الثقافة مولود معمري أعيان وفواعل المجتمع المدني، حيث أكد رئيس الجمهورية على الأهمية التاريخية للولاية مؤكدا أنها تستحق كل العناية والتقدير. شعوري جياش بالنسبة لاستقبال الحاضر، بالنسبة للاستقبال من هذه الولاية العظيمة، هذه الولاية المجاهدة، هذه الولاية المناضلة. واللي أعرفها جد المعرفة، وكاين الناس اللي ما يعرفوش تيزي وزو لأن يمثلوا تيزي وزو بعض الأشخاص. تيزي وزو من الولايات اللي أعطت قبل الحركة الوطنية في إطار المقاومة الشعبية، شكون ما يعرفش لالا فاطمة سومر؟ شكون ما يعرفش بو بغلة؟ شكون ما يعرفش المقراني؟ إذن منطقة غالية جدا علينا. أنا عرفت أيام ما كنت والي هنا، عرفت رجال أشاوس. رئيس الجمهورية داعي لاستحداث المزيد من المناطق الصناعية في ظل تحول الجزائر من الاستثمار المركزي نحو التوجه الاقتصادي الليبرالي من خلال تذليل كل العراقيل البيروقراطية التي تقف في وجه الاستثمار. اليوم الاتجاه الاقتصادي لورينتاسيون ايكونوميك دو بيي رانا ماشيين فير اون ايكونومي ليبرال، اون ايكونومي للفرد المستثمر هو يلعب فيها الدور الأساس. الدولة تأخذ الضرائب تاعها، الدولة تتكفل بالأمور الاجتماعية وتكفل بالخدمات. هذه أقل من سنة لابي راها في 8000 مشروع استثماري تطرح عندها. 8000 يعني أكثر من الشيء اللي درناه هذه 20 سنة. هذاك علاش كسرنا كل القيود وقال أن كل ما هو بيروقراطي خلي الجزائري يستثمر في بلاده، راح المهم يدفع الضرائب تاعو ويدفع الأجور ويخلق لنا مناصب شغل. رئيس الجمهورية أكد أن مستشفى تيزي وزو الجديد سيدخل الخدمة نهاية 2025 كأقصى حد. نتفاهم مع كوسيدار مع وزير الصحة، فابوزي لا بريمير بيير اجوردي، مي
il doit être opérationnel fin 2025, inshallah. كذلك في الدوائر là où il y a du terrain, au prorata de la population, on va construire. On va encore construire des hôpitaux de 60 lits, 80 lits, 100 lits s'il le faut. Mais je me dis que le CHU est pour l'excellence. On a dit l'indéro de la santé, c'est pour ça que je les ai pris sous ma protection, parce qu'ils ont sauvé le pays. رئيس الجمهورية في معرض رده على انشغالات سكان ولاية تيزي وزو أكد أن إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفي قانوني البلدية والولاية من بين أولوياته ترسيخا للديمقراطية. بالنسبة للتنظيم الاجتماعي تاع القرى، نعرف قيمة القرية ونعرف قيمة الشورى في القرية، ونتمنى إن شاء الله باش هالتقاليد ما تزولش. Donc si on veut le développement équilibré, si on veut, il faut que la population participe. بغينا الديمقراطية، الديمقراطية تبدأ بالاقتصاد، والاقتصاد يبدأ بإعادة هيكلة البلاد. Donc le dossier prioritaire بالنسبة لنا هو إن شاء الله le découpage territorial, revoir le découpage territorial ونعاود نشوف القانون تاع البلدية والقانون باش نرسخ الديمقراطية أبارتير دو لا كومون. تحسبا للرئاسيات المقبلة، لا تزال وجل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية سارية إلى غاية منتصف ليلة الخميس 18 جويلية الجاري، حيث بلغ عدد الراغبين في الترشح إلى حد الساعة 35 من الأحرار والأحزاب السياسية. والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسخر كافة الإمكانات لتسهيل مهمة الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، خصوصا ما تعلق بالمصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية العينة في 8 اليوم من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بورقلة، والتي تعمل على إنجاح عملية المصادقة كما هو موضح في هذا الروبورتاج لفاطمة الزهرة بن عرفة. المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات على مستوى ولاية ورقلة تحرص على وضع كل التدابير اللازمة لتسهيل عملية المصادقة على استمارات توقيعات الترشح. يوجد على مستوى كل بلدية من بلدية الولاية خلية تتعلق بالمصادقة على هذه الاستمارات. عملية المصادقة على استمارات التوقيعات تقف عليها المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بانضباط كبير ومتواصل لإنجاحها. حضرنا أنا ومجموعة من الإخوة الأوائل لمجموعة أو حزب جبهة التحرير الوطني حتى نصادق على المصادقة على الاستمارات التزكية أو التوقيع للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية. نلاحظ أن العملية كانت تمت بدايتها بصورة عادية وفي ظروف جيدة. المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بخلاياها الموزعة على كامل بلديات ولاية ورقلة تبقي أبوابها مفتوحة للمصادقة على استمارات التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة. الروبورتاج كان لفاطمة الزهرة بن عرفة، والتقرير لعواطف عيشاوي. قبل أن نواصل نشاطنا مشاهدينا الكرام، يرفع الآن على مسامعنا أذان صلاة المغرب حسب توقيت الجزائر العاصمة لننصت للصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر المغفرة والثواب نواصل مشاهدينا نشرتنا ونبقي على ملف رئاسيات 7 سبتمبر المقبل ونظرا لأهميتها سجلت جبهة القوى الاشتراكية عودتها إلى معترك التنافس الانتخابي عودة جاءت نتاج مسار الحوار مع مختلف التشكيلات السياسية والذي وفر جوا من الثقة بين السلطة والأحزاب السياسية تقول سونيا الجاسي عودة جبهة القوى الاشتراكية الأففاس إلى الواجهة من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشحها يؤكد نجاح مسار الحوار والتشاور مع مختلف التشكيلات السياسية حول مجمل القضايا الوطنية والدولية الذي ضبط موازين الممارسة السياسية وخلق جواً من الثقة بين السلطة والأحزاب نحن نشارك في هذه الانتخابات ليس فقط للمشاركة نشارك من أجل المشاركة ولكن نشارك بقناعة بأنه بثقة كبيرة للجزائريات والجزائريين على أنه يمكن التغيير دونك يا لا ريغلمونطاسيون يا قانون العضوي للانتخابات ليضمن تكافؤ الفرص ليضمن الشفافية ليضمن نزاهة الانتخابات فيجب أن نكون غيورين على تطبيق وإعمال مثل هذه القوانين وهذه الآليات حزب الأففاس يعول على منتخبيه الموزعين عبر العديد من الولايات من أجل جمع توقيعات وهي المرحلة التي تجاوزها بعد جمع أكثر من 1000 توقيع بما أن الحزب عنده منتخبين عدد محترم من المنتخبين على المستوى الوطني حوالي 1000 أكثر من 1000 منتخب دونك فضلنا أن نوجه الجهد تاعنا إلى في البداية إلى جمع توقيعات المنتخبين عبر أكثر من 29 ولاية وبالتالي بالنسبة لتوقيعات المنتخبين الآن بلغنا النصاب القانوني أكثر من النصاب القانوني عندنا أكثر من 1100 توقيع لمنتخبين عبر أكثر من 29 ولاية وما زالت العملية مستمرة هناك إمكانية أن يكون هناك سيرتفع العدد في الأيام القادمة
دخول الأفافاس إلى المعترك الرئاسي بعقلية التنافس والمواجهة السياسية دفع به إلى تحيين البرنامج الانتخابي مواكبة للراهن الوطني. فوجود الأفافاس كجزء من المشهد السياسي الانتخابي دليل على تكريس مبدأ التنافس الحر والديمقراطي. في قطاع التعليم العالي، من المنتظر أن تنطلق التسجيلات الجامعية الأولى ابتداء من 23 جويلية إلى غاية 27 من الشهر نفسه، فيما سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهات الجامعية يوم 6 أوت المقبل، مع استحداث 3 تطبيقات رقمية جديدة لحاملي شهادة البكالوريا تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. تفاصيلها مع وصال الجوابي. رقمية 100%، هكذا ستكون التسجيلات الجامعية المقبلة، تسجيلات تعتمد على منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية توجه وتسهل ولوج الطالب الجديد إلى الجامعات. استحدثنا منصة أو واجهة مكونة من 3 منصات تعتكز على الذكاء الاصطناعي والتنقيب على المعطيات من أجل مرافقة ومساعدة حامل شهادة البكالوريا الجديد من الاختيار الصحيح. حاملو شهادة البكالوريا الجدد تنتظرهم هذه السنة تخصصات وتكوينات جديدة، مع إمكانية الحصول على ازدواجية الشهادة بمسارين تكوينيين مختلفين وفي السنة الجامعية نفسها. هناك 23 مؤسسة جامعية جزائرية تحضر أن تنتقل إلى جامعة من الجيل الرابع، يصبح الطالب الذي يعد أو يحضر تماريناته في مادة ما، يحضر هذه التمارينات ويقوم بحلولها مع زملائه في جامعات دولية أخرى. التوجه نحو جامعة من الجيل الرابع مسار آخر يتجسد للارتقاء بالجامعة الجزائرية لتكون قاطرة للتنمية والتطور الاقتصادي، قاطرة يقودها الطالب الجامعي. في قطاع السكن، وحسب آخر بيان لوكالة عدل، فقد بلغ عدد المسجلين في برنامج عدل 3,312,519 مكتتبا عبر كامل التراب الوطني إلى غاية 6 من مساء اليوم، في 9 أو 8 يوم من فتح منصة التسجيل. هذا وتعلم وزارة السكن والعمران والمدينة جميع المواطنين أن عملية التسجيل ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل في برنامج عدل 3 في الفترة الزمنية الممتدة من 8 صباحا إلى غاية 6 مساء، وتستمر العملية حتى التي جاوزت اليوم يومها 9 حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل في البرنامج. في الحركية التنموية، وقصد تطوير شبكة الطرقات وتخفيف الاختناق المروري بالعاصمة، تتواصل أشغال مشروع الطريق الرابط بين محول ملعب 5 جويلية وخريسية. المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم البنى التحتية التي تزخر بها العاصمة. إكرام قاضي. على مسافة 10 كيلومترات ورشات مفتوحة وعمال يسابقون الزمن لتسليم مشروع الطريق الرابط بين محولي 5 جويلية وبلدية خريسية في الأجال المحددة. نسبة الأشغال لحقنا 75%، وهذا الطريق السريع عنده أهمية كبرى بحيث يتم بعد الإنجاز يفك اختناق كبير على بلدية العاشور، ضرارية، باب حسن، وكذلك خريسية. هذا المشروع الاستراتيجي يتضمن 12 منشأة فنية، منها ما أنجز ومنها ما هو قيد الإنجاز، والتي ستعزز البنى التحتية وتضفي على طرقات عاصمة البلاد مزيدا من الانسيابية المرورية. المنشآت الفنية هي عبارة عن سيدي فيادوك، يتراوح الطول تاعها ما بين 220 متر حتى 650 متر.
سي دي فيادوك اون دال اليجي، يعني فيادوك اون دال اليجي اللي هي تقنيه جديده انجزت باطارات ومهندسين جزائريين. الجسور اللي في الشطر الاول والشطر الثاني قاربت راهي في الانتهاء. المنشات الفنيه اللي في الشطر الثالث انطلقت اشغال الحفر وهي في طور الانجاز. مهندسون ومكاتب دراسات جزائرية تعمل بنظام المناوبة لاستكمال أشغال هذا المشروع بالاعتماد على أحدث التقنيات. نحن الآن على مستوى الشطر الثاني للمشروع الممتد على 4 كيلومتر، حيث نعمل بنظام مداومة 7 أيام على 7 أيام على مدار 24 ساعة من أجل تسليم المشروع في الأجال المحددة. نسبة الأشغال على مستوى الشطر الثاني تقارب 65%. الطريق هذا احنا اللي راهم يخدموا فيه تاع قريسيه وسمو، دونك حنا صافي بليزير لو كان كيحلوه، دونك ينقص بزاف علينا. ان شاء الله الطريق هذه تنحي المشكل وتسهل على الناس، فهمتي؟ تنحي الضغوط مليحه، سي تان بليزير. علاش الكوتي هذا تاع واد الطرفه ضراريه باب احسن؟ هذه لابروتيل كاع يدخلوا عليها الناس. تسمى كي راهم دايروا هذه الحمد لله نعمه من عند ربي. صافي بليزير راح يفكوا اختناق كبير. ديناميكية كبيرة تشهدها مختلف ورشات البنى التحتية عبر ربوع الوطن باعتبارها شريان التنمية الشاملة. مشروع آخر يكتسي أهمية بالغة والرابط بين الولاية المنتدبة أفل وولاية الأغواط، مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 23، من شأنه إحداث الديناميكية الاقتصادية والتنموية بالمنطقة. فؤاد أحمدي. 29 كيلومترا مقطع آخر لازدواجية الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين الأغواط وأفلو، انطلقت الأشغال إلى غاية منطقة الحاجب. مشروع يكتسي أهمية كبرى على غرار أهمية هذا الطريق الذي يربط عدة ولايات غرب البلاد وفي اتجاه ولايات صحرائنا الكبرى. لكون هذا الطريق هذا شريان مهم به كثافة مرورية تفوق 11 ألف مركبة معدل يومي، فلذا لاحتضان واحتواء هذه الحركة لابد من ازدواجية الطريق. في البرمجة راهي جارية بفضل التخطيط المحكم من وزارة الأشغال العمومية اللي رصدت هذه السنة غلاف مالي اللي هو 2,250,000,000 دينار جزائري لازدواجية 29 كيلومتر. حركة اقتصادية كثيفة في نقل البضائع ومرور آلاف العربات الخفيفة والثقيلة بالطريق الوطني رقم 23 تستدعي مثل هذه المشاريع لتسهيل وتخفيف حركة التنقل. تحتوي على 3 جسور كبيرة إضافة إلى أكثر من 40 منشأ قنواتي لتصريف مياه الأمطار والوديان، ويحتوي أيضا على مفترق الطرق لتسهيل حركة السير المواطنين. تنقص لك سيدة وتعود للطريق مصروحة صعبة ياسر قاع مشقة شوية ضيقة وسركلها سوء ياسر. ومن شأن مشروع ازدواجية الطريق الحيوية التخفيفة كذلك من أخطار حوادث المرور التي شكلت هاجسا لسنوات طويلة لمستعملي الطريق من جهة والسلطات المحلية من جهة أخرى. ومشاريع تنموية عديدة في مختلف القطاعات استفادت منها ولاية عين الدفلة على غرار تزويد قاطني المناطق النائية بغاز البروبان. فاطمة زهرة بن فرج الله. بعد سنوات من المعاناة ها هي عائلة عطافة تستفيد من هذه المادة الحيوية بفضل تزويد بلدية تاشتا وقرية العيون بعين الدفلة. الحمد لله استفدنا من الغاز عندها حوالي 4 سنوات وارتحنا منه كثير لأنه نقص عينا تعب كثير على القرع، واستفدنا من مشاريع أخرى مثل العيادة، الطريق، الإضاءة العمومية، ملعب جواري. ورانا الحمد لله ضربك الغاز في الدار والماء في الدار والطريق، يعني كلش الحمد لله. قرية بن عروس هي الأخرى استفاد سكانها من مشاريع تنموية رفعت الغبن عن المواطن كهذه المتوسطة بالإضافة إلى الملعب الجواري. الحمد لله على كل حال النعمة اللي نشوفوا فيها دروك الحمد لله. السيام راه بدا ينجز راه عنده 6 أشهر من اللي بدا، إن شاء الله في الدخول الاجتماعي الجديد إن شاء الله يكون واجد. واليوم الحمد لله الغاز موفر، الماء موفر، السيام في بلدنا موفر. بالنسبة للبرامج التي تم إنجازها
836 عملية، وبالنسبة من مجموع 836 من مجموع 870، الباقي للإنجاز هو 34 عملية هي قيد الإنجاز، وسوف يتم استلامها قبل نهاية الثلاثي الأخير من هذه السنة. الجهود متواصلة لفك العزلة بالمناطق النائية بولاية عين الدفلة، فيما يتطلع المواطن إلى مشاريع جوارية جديدة مستقبلا. تبعا لموجة الحر التي تشهدها العديد من الولايات عبر التراب الوطني، سجلت شركة صنع الغاز اليوم في تمام الساعة الثانية بعد الزوال و45 دقيقة رقما قياسيا جديدا في مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، والذي بلغ 18732 ميجاوات، وهو رقم قياسي تاريخي تسجله صنع الغاز. وتحسينا لخدمة التزود بالطاقة الكهربائية واستجابة للتوسع العمراني بولاية تجرد، تم ربط العديد من التجمعات السكنية الجديدة بشبكة الطاقة الكهربائية. سمية مزور. ربط التجمعات السكنية بالكهرباء برنامج تنموي هام استفادت منه عديد البلديات بتجرد بهدف تحسين خدمة التزود بالطاقة الكهربائية. نبارك اليوم الإخوة المستفيدين من التجهيزات العقارية، يعني انطلاق تزويدهم بالكهرباء، ولو أن كما يقولوا تبقى ناقصة باش نكونوا في الصورة، يعني مازال كاين تجزئات أخرى نورمال موبه، والسيد الوالي كما يقولوا طمنا باللي العملية تبقى متواصلة. الحمد لله بعد طول انتظار وصبرنا ياسر، والحمد لله نلنا، ونشكر الدولة، نشكر الدولة الجزائرية، والحمد لله، وإن شاء الله العقوبة المرافق الأخرى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين أنه الدولة وفرت لنا كل واش لازمنا في التجزئات. تأتي هذه المشاريع استجابة للطلب المتزايد على هذه الطاقة، ومواكبة للتوسع الذي يعرفه النسيج العمراني بالولاية. هذه المجهودات تندرج في جهود الدولة لضمان توفر الطاقة الكهربائية، خاصة في هذه المرحلة التي تتسم بارتفاع قياسي في درجات الحرارة، كذلك ولضمان أمن طاقوي أكثر، فإننا سجلنا عمليات لإنجاز محطات كهروضوئية. مشاريع هامة رصد لها ما يجب من تمويل إنجازها بغية ضمان تغطية كهربائية شاملة لمختلف التجمعات السكنية. وقصد تحسين الخدمة الموجهة للمواطن لضمان التزود بالماء الشروب، عززت وحدة عنابة لمؤسسة الجزائرية للمياه من قدراتها الإنتاجية خلال موسم الاصطياف، الأمر الذي لاقى استحسان مواطني الولاية وحتى الزوار من السياح والمصطافين. نوردين من عبسة. الحي الجبلي خرازة شهد توسعا مما استدعى تدعيمه بالماء الشروب. كنا طبا نغسلوها وطبا ما نغسلوهاش، ودرك الحمد لله الماء كاين، نغسلو نسيقو نخدمو كل حاجه موفره علينا. تدعيم عنابة بكل بلدياتها بالماء الشروب عرف تحسنا مقارنه بالسنوات الماضيه، واعتمدت الجزائريه للمياه برنامجا يتناسب وموسم الاصطياف. سدود متواجدة بولاية الطارف، ثلاث سدود تمون ب 80% من ولاية عنابة بالمياه السطحية، وأيضا المياه الجوفية من ولاية أخرى، ولاية كانما ولاية سكيكدا. موسم الاصطياف يكون مليح إن شاء الله للساكنة العنابية وأيضا للمصطافين راح يجونا إن شاء الله، وذلك بإنجاز ووضع في الخدمة خمس خزانات بسعة إجمالية تفوق 28,000 متر مكعب. إنجاز خزانات جديدة وإعادة تأهيل منشآت الري والقنوات المهترئة فضلا عن محاربة التسربات المائية تندرج ضمن خطة عمل. قمنا بإعادة تأهيل أكثر من 150 كيلومتر من القنوات مع 5000 توصيل فردي جديد، أهلنا أكثر من 4 محطات ضخ بها بالتجهيزات تاعها، أيضا 4 خزانات مائية. ولرفع قدرة الإنتاج ب 20,000 متر مكعب يوميا، مشاريع تنجز منها آبار عميقة، خزانات وقنوات، مع وضع محطة تحلية مياه البحر حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية، مما سيزيد من دعم ولاية عنابة ب 160,000 متر مكعب مستقبلا.
بعد إدراجه في البرنامج التكميلي للتنمية المخصص لولاية خنجلة، تم شروعه في إنجاز سد واد الأزرق ببحمامة المعروفة بإنتاجها الوفي لفاكهة التفاح. مشروع هذا السد الذي تصل قدرة استيعابه إلى 2.4 مليون متر مكعب، يعد أهم المشاريع في هذا البرنامج الذي انتظره فلاحو المنطقة لسنوات عدة، يقول عبد الرحمن شبح. التوجه لغراسة مساحات إضافية من أشجار التفاح بسهل ملاقو قابله نقص كبير في مصادر المياه بالنظر للجفاف الذي ضرب المنطقة في السنوات الأخيرة، وهو ما جعل الدولة تسجل سدا بواد الأزرق ببحمامة والذي انطلقت به الأشغال بعد طول انتظار. الحمد لله كي بدونا في المشروع نتاع واد الأزرق كنا نعانيو من الماء، وبربي إن شاء الله راح المشروع هذا يعطي لنا الفائده للمنطقه هذه والمنطقه تاع ملاقو. شني فلاح من بوحمامه صار شني نفرح في المشروع هذا سوا غادي ينطلق وماذا بينا نزرب نسوا المشروع هذا لخاطر غنغ العباد ندور. على ضفاف واد الازرق وبقدره استيعاب تتجاوز 2 مليون متر مكعب، سينجز هذا السد الذي يعتبر اخر عمليه مسجله في اطار البرنامج التكميلي للتنميه المخصص لولايه خنجلة، وهو المشروع الذي جاء لحماية الثروة النباتية التي تتميز بها المنطقة سيما أشجار التفاح. المشروع هذا راح يسمح بحجز كمية من المياه تقدر ب 2.45 مليون متر مكعب، هذه راح تستفيد به المنطقة هذه منطقة بوحمامة والمنطقة كاملة. الحمد لله وفقنا الله باش ننطلقوا اليوم، والشيء هو الجميل هو أنه قلصنا من يعني أجال تاع الإنجاز، كان في الأول 16 شهر رجع إلى 12 شهر. الرهان هو استكمال الأشغال بهذا المشروع في أقرب الأجال لحماية بساتين التفاح وإعطاء آمال للفلاح. في جو جنائزي مهيب وري الثرى ظهر اليوم جثمان الفقيد الشيخ أحمد داود الدين شيخ زاوية سيدي سعيد بن أبي داود في بلدية إغرم بولاية بجاية عن عمر نهزة 73 عاما. مراسم الجنازة حضرتها السلطات الولائية وعميد جامع الجزائر وشيوخ الزوايا والمساجد وجمع غفير من مواطني منطقة تسلت. رحمه الله وجعل الجنة مثواه إن شاء الله، جعل ربي البركة ذيك الرويس ذيك النغن كنية كثير دار ثقية تسلت ذي المنطقة كاملة إن شاء الله، إن شاء الله منطقة إن شاء الله تمامر ذي يقال إلى سابق عهده تعليم القرآن ذي الخير. اليوم ودعنا رجلا من خيار هذه الأسرة الكريمة الأسرة الداودية، ومن هذه الزاوية العريقة زاوية الشيخ السعيد بن أبي داود، وهي كانت عبر العقود قلعة من قلاع العلم والتربية والجهاد، وقلعة مثلت هذا المنهج منهج الإسلام الصحيح منهج الوسطية والاعتدال. رحم الله الفقيد. أكد المتدخلون في افتتاح الطبعة 12 للجامعة الصيفية لإطارة جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية اليوم بجامعة بومرداس على أن التظاهرة حلقة جديدة في التضامن والمساندة والمؤازرة التي ميزت الجزائر، وفرصة لتجديد التضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل تقرير المصير وتحقيق الاستقلال. زكريا مهوبي. الجامعة الصيفية لجبهة البوليزاريو ملتقى فكري بأبعاد تضامنية يحضره أزيد من 400 إطار يمثلون مختلف هيئات الدولة الصحراوية بهدف كسب معارف جديدة في قضايا العلاقات الدولية والتحولات الجيوسياسية وكذا التسيير الإداري مما يعزز أدوات النضال مع مستجدات القضية. لقد شكلت الجامعة الصيفية جسرا للتواصل والتضامن ومعلما للمعرفة وتبادل التجارب وتكريس عملي للعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الجزائري والصحراوي من خلال هذا الفضاء الجامعي الذي أصبح إشعاعا منيرا أمام إطارات الدولة الصحراوية لاكتساب المزيد من المعارف والخبرات والتجارب.
عدالة قضية الشعب الصحراوي التف حولها الكثيرون من أحرار العالم، خاصة مع سياسة الكيل بمكيالين من قبل المؤسسات الأممية. الشعب الصحراوي بإمكانه التعبير عن قراره عبر تقرير المصير دون تدخلات خارجية. متأكد أن استقلال الصحراء ممكن في حال الاستماع لصوت الشعب. مستقبل الصحراء الغربية بأيدي الشعوب. بما أن القوانين الدولية تنتهك، علينا مواصلة دعم الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره. القضية الصحراوية قضية عادلة، وموقف الجزائر ثابت في هذا الملف لينصر تطبيق القانون الدولي، لأن الجزائر تحترم القانون الدولي ويتمن بالقانون الدولي، والقانون الدولي هو اللي ينسج العلاقات الدولية ما بين الأمم واللي يسمح للأمم المتحدة أن تضمن السلم والأمن عبر العالم. صحراؤنا هي الوطن في سرنا وفي العلن، هو مقطع من نشيد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يردده المواطنون الصحراويون دوما مع شعار كل الوطن أو الشهادة، تأكيدا على التمسك بالوطن والهوية. إلى آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي وقت أعلنت فيه 118 دولة عضوا في الأمم المتحدة انضمامها لمبادرة الالتزامات المشتركة والهادفة إلى دعم وكالة الأونروا للتأكيد على دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين. استشهد 17 فلسطينيا وأصيب 70 آخرون اليوم جراء قصف صهيوني استهدف مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين بمخيم النصيرات، قصف يعد خرقا آخر للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال التي تتطلب تحقيقا دوليا عاجلا لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيد يرصد لنا أوضاع النازحين في مواصي خان يونس بعد الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني. بعد هذه الجريمة الإسرائيلية بحق النازحين الفلسطينيين والمواطنين والمدنيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، نسلط الضوء اليوم على معاناة النازحين وهم يبحثون بين التراب على بعض احتياجاتهم الأساسية. والصاروخ اجى مباشر، وهي الخيمه هي مدفونه بنفحر عليها وين في الارض، وهنا بنطلع ايش؟ بنطلع في الجوالات وبنطلع في اغراضنا وبنطلع في كل شيء، وهنا بنشوف. واخويا هي في الاقصى، وهي عينه بدهم يشيلوها، بدهم يسوي له عمليه اليوم، بدهم يشيلوا عينه، بدهم يطلعوها اليوم، عاملين له عمليه، واخت عملوا له عمليه في ظاهرها، وهم ايش ذنبهم؟ يعني قاعدين هنا، قاعدين في المواصي في خيمه. وهنا بعض الخيام المتضرره بفعل القصف الاسرائيلي، وما زال اصحابها يبحثون عن مآوى أخرى. وين ما بتنزح يا عمي ما فيش أمان، مرة من الشرقية، مرة من غرب، مرة من شرق، ما فيش أمان في أي منطقة. إحنا مش شايفين أماكن إنه فيها أمان خالص، يعني وين ننزح؟ وين نروح؟ على البحر نسكن في المية؟ بعد هيك والله ما تم يا عمي. مثل هذه الشظايا التي كانت تتطاير على النازحين الفلسطينيين في الخيام، وتقطع الرؤوس وتقطع الأطراف وتقتل المدنيين في المكان. كله كان هذا كله عبارة عن كله هنا في 5-6 عائلات قاعدة أسر، وهذا كله فيه يمكن فوق المكان اللي أنت قاعد فيه مكتظب السكان. إحنا في مكان فوق 2,000-3,000 واحد في 200-300 متر مربع، مش بنتكلم في 100، بنتكلم في 3-4,000 فرد قاعدين في 200-300 متر. هذا كله عائلات، كله راح مصابين وشهد الحمد لله رب. هنا 5 عائلات، وين الخمس عائلات؟ كلهم مصابين في المستشفيات. ومن بين قصص النازحين هذه الخيمة التي كانت فيها أحد النساء الفلسطينيات يعدن الخبز لسد رمق جوع الأطفال، ولكن استشهدت المرأة، وهذه هي بقايا العجين الذي كانت تعده الشهيدة الفلسطينية. جينا لقينا المرأة متقطعة، هنا استشهد صحن العجين، هي بيحكي عن الصحن العجين نفسه، الحديد بيحكي إيش اللي صار من هول القذائف اللي صارت. اللي بيقول عنه هذه مش قذائف، هذه لا، هذه أكثر من قذائف. وبهذه الجريمة الإسرائيلية في منطقة المواصي يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية، وأن الخطط الآمنة التي كان يتحدث عنها للعالم أنها أكذوبة، وقد اتضحت معالمها اليوم. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
ونختم نشرة اليوم بمساعي تقريب أبناء الجالية الوطنية من الوطن الأم التي تتواصل وتتواصل معها رحلات استكشاف التنوع السياحي والثقافي للجزائر. أوقات ماتعة يقضيها أبناء الجالية الوطنية وسط زرقة شواطئ ولاية جيجل. نتابع في هذا الروبورتاج لعبد الرحيم شمعوني. أجواء مميزة يعيشها أطفال الجالية الوطنية بالخارج في هذا المخيم الصيفي من خلال رحلات استكشافية نحو مختلف المعالم السياحية والتاريخية للتعرف أكثر على ما تتمتع به بلادهم من جمال وإرث ثقافي وحضاري. بغيت نشكر عمي تبون على هذه الرحلة، رانا فرحانين بزاف، كل شيء مليح، لوتالي لي شباب ناكلوا مليح، ليزانيماتور شكرا ليزانيماتور. جيجل سي ان سوبر فيل، جيم بيان سيت كولوني اي جو مي في بلان دامي اي شكرا بريزيدون تبون. كي جينا في الايروبور دارونا بيان بيانفوني، انا عجبتني. وثاني لاجيري شابه انا نبغيها، رقدنا مليح وكلينا مليح، ثاني الكوسكوس كاع مليح، انا عجبتني جيجل. جسر التواصل الذي حتى عليه رئيس الجمهوريه مع ابناء المهجر جسدته السلطات المختصه باتخاذها لكافه الاجراءات اللازمه لضمان راحه وامن هؤلاء الاطفال. الاقامه جيده، التنظيم فرشما سي توب 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 اي جيسبر كو فوالا سا بيان سباسي اي سورتو سورتو دراري يشوفوا بلادهم، يتعلموا تقاليد، يتعلموا ليستوار تاع بلادهم، اي غراس ا تو سا جو بونس كو لاني بروشين سا فا اتر انكور ميور ان شاء الله. اذا برنامج كبير من خلال التجوال، من خلال السفر، من خلال الشاطئ، من خلال الحديقة والجبل أيضا. نتمنى أيضا أن الإقامة نتاعهم هنا بيننا ستكون دائما محفوفة بكل المجهودات التي تصب من أجل طفلنا الجزائري في جزائره الحبيبة إلى الأبد إن شاء الله. تسهيل دخول المهاجرين لأرض الوطن عبر آليات مختلفة وتمكين الناشئة من التعرف على وطنهم الأم سيسهم في ترسيخ الروح الوطنية في قلوب أبناء الجالية الجزائرية بالخارج. إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يؤكد خلال زيارته إلى ولاية تيزي وزو أن إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفي قانوني البلدية والولاية من بين أولوياته ترسيخا لقواعد الديمقراطية. أجال سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ما تزال سارية تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمعة في 7 سبتمبر المقبل. والتلفزيون رصد الحركية على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية للانتخابات. منصات رقمية وتخصصات جديدة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد ورهان الارتقاء بالجامعة الجزائرية نحو الجيل الرابع. وضمن الحركية التنموية تابعنا وتيرة متسارعة تشهدها ورشات شبكة الطرق بالعاصمة، وساكنة عنابة تستفيد من تعزيز برامج التزود بالمياه الشروب، وتابعنا من خنشلة مشروع سد واد الأزرق ببحمامة دعامة للسقي الفلاحي. الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو فرصة لتجديد التضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الاستقلال. وفي موسم الاصطياف أجواء مميزة يصنعها أبناء الجالية الوطنية عبر المخيمات الصيفية بجيجل. شكرا لكم، سلام الله.